هاي كيفكم؟ حلقة جديدة من ساركازم شو، مليانة خبريات صارت الجمعة الماضية بلبنان العجيب، من إلغاء شات البروفي لحديث سمير جعجع بالإنجليزي وما بينهما من أخبار. بالقسم الثاني ضيفة مايسترو فنان ملحن سياسي، رح نحكي معه عن كل شيء خاصة إنه إطلالاته ليل وعم نشتاق له. ضيفة المايسترو عبد المنذر، يلا جو. كان لازم نبلش بزيارة لدريون للبنان وكيف في مسؤولين راح لعندهم وفي أشخاص بقولوا عنهم مسؤولين نزلهم لعنده على السفارة. بس خلص صرنا نعرف، يعني نعرف حجم كل واحد بهالبلد. رح بلش بلبنان بلد العجايب. نعم لبنان بلد عجيب غريب، يعني بلد قديه بحبه قديه بيصدمني. لبنان بكل شيء غريب، مش بس بالسياسة. لبنان فعلا بلد العجايب. ليش؟ الأسبوع الماضي من بعد إصرار وزير التربية إنه في امتحانات للسنة، نحن ما بنقبل يكون في امتحانات، هو أصر إنه في امتحانات ونحن قدها ونحن فينا. لا سوري مخرج، هيديك نحن قدها ونحن فينا لغير حدا، لغير ناس. مهم فجأة هو ورئيس حكومته طلعوا قرار إلغاء البروفي. صراحة يمكن هذا أحلى قرار أخذته الحكومة بتاريخها يمكن. بس ما بعرف ليش حسيت كأنه يعني كأنه مخططين على سلامية فرنجية، إنه حتى الشهادة الوحيدة يلي معه إياها بدهم يلغوها. طب إنه مش حلوة، والله مش حلوة منكم. بكرة إذا صار رئيس جمهورية أنا بأكد لكم رح يرد التقديم بس نكيف فيكم. شو الحجة تبعهم؟ ما في أساتذة تراقب وتصلح المسابقات. أنتم عم تضحكوا بس هو عن جد ما في أساتذة. مش مشكلة مصاري للأساتذة، المصاري بدبروها، يعني بدبروها بشيء عجيب. ما قلت لكم نحن بلد عجايب، يعني بتتدبر. بس هو عن جد ما في أساتذة، منكم صادقين؟ طب شوفوا. المرحوم الأستاذ محمود أبو النصر شمس المتوفي في العام 2022، ثم تعيينه للمراقبة بصفة مراقب عام للامتحانات الرسمية لمعهد الهرم الفني التي ستجرى بتاريخ 19/6/2023. مالي أساتذة متوفيين الأساتذة، تخيلوا هيدا الأستاذ صار له سنة متوفي وأكيد بعضه بيقبض. إيه القبض ماشي، وأنا أكيد إنه كل يوم بتكس الصبح. هيدا لبنان بلد العجايب، هيدي مصر وحدة، يعني في منه كتار، في منه كل الوزارات دوائر الدولة كمان. هلأ في منهم ميتين منذ أكثر من 10 سنوات، وفي منهم مهاجرين على كندا بس بعضهم بيقبضوا. هلأ مشان هيك بيقولوا لنا طبعا على كندا الحكومة تهتم فيكم، ترى هن قصدهم الحكومة اللبنانية مش الكندية. آخ آخ على لبنان، لبنان بلد العجايب. بس طبعا أظلم حدا كمان، يعني القطاع التربوي بدنا نعترف انه قطاع مهم ومتميز وماسك ومنظم الامور كلها، كل 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 الامور، كل الامور، يعني حتى السكس منظمه. شو مخرج؟ ما بتقطع كلمه سكس؟ انا شو برنامج كذا دو انا؟ طيب خلص منغيرها، حتى الجنس، القطاع التربوي نظم الجنس، منيحة هيك؟ ماشي، تفضل. السادة مدراء مجموعة مدارس الجامعة المحترمين، الموضوع تعميم للمعلمات. بما تقتضيه مصلحة العمل يرجى الأخذ بعين الاعتبار بضرورة تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف شهر 6 7 و8. فهمتوا شو قصدي هلأ؟ يعني بدكم تنظموا الجنس تبعكم. نيع جنس خيي؟ ماشي العقل. يعني عندكم تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، يعني ماكسيموم آخر نهار فيكم تعملوا شيء عرص سنة صفلوا، وقال بتولد مرتك بالمدرسة. ايه خبرية سباعي وبدي ولد بكير، هول ما بيقطعوا قبل شهر حزيران ما فيه نو واي. شو فيه مخرج؟ هول مدارس بالأردن؟ مدارس جامعة. طب تركني مبسوط يا زلمة، ماشي هيك قاعد طالعتي. ما بتخلوا حدا مبسوط انتو شو اسمه هالبرنامج. ماشي حل. بس لبنان بعدنا مصر، لبنان بعدنا مصر انه بلد العجيب. لك حتى الشباب عنا صار عندهم اسمين، يعني كل شاب بيقدر ينقي. انا اليوم عيطولي غير اسم، بيقدر ينقي اسم عيطوله فيه. يعني كيف بامريكا، بامريكا شو شايفين حالهم علينا انه عندهم اسم بالنص، يعني مثلا جورج دبليو بوش، يعني عرفتوا كيف؟ قبل اسم العائله. نحن عندنا اسم تاني ما بنذكره على الهويه، بيتغير ساعه ما بدنا. يعني
اللي بيحكوني عن تطور الامريكان وبدنا كثير تنوصل لهم، يا حرام شوفوا. يلا يا شباب ما بتعيط لشربل بقى، جعفر، اسمي جعفر حبيبي. تعيط لجعفر، تعيط جعفر برد، شربل ما برد، أنا اليوم على بالي يكون اسمي جعفر، يمكن بكره يكون اسمي سيلين مثلا، ما بعرف. زلمة مش جاي على باله اليوم يكون اسمه شربل، شو إلكم معه؟ يعني بده يكون اسمه جعفر، إنه بتضحكوا يعني إلكم معه شيء؟ هلا في شباب فهموها إنه بدهم يورطوا مذهب تاني بالقصة، بس يعني تيت قالكم إياها يعني من خي لأخواته، يعني إنه اسم جعفر عنا بنستعمله لبدنا نقول هيك حيلا اسم وهمي، يعني مش يعني كثير بنستعملها لهيك اسم يعني ما بدنا ينعرف شو هو، فبس هيك اقتضى التوضيح. هلا ما خلصنا هون، لك حتى نوابنا بالبلد العجيب الغريب ما بيعرفوا يحكوا. هلا في واحد ولا طصة بالانجليزي، يعني هلا برجع بخبركم عنه التفاصيل، بس في واحد تاني حتى بالعربي مش ظابطه معه، والاحلى شو؟ مرشح للرئاسه، كان مرشح للرئاسه. شوف مش بالصدفه انه بتاريخ لبنان الحديث في رئيسين جمهوريه استشهدوا كم يوم بعد اغتيالهم هن الرئيس بشير جميل والرئيس غني معوض. اصلا الشخص بيقتلوه بيرجع بيستشهد، هو ما غلط ابدا، هو بيعنيها. مشان هيك عندنا ناس اغتيلت بيعتبرون شهداء، وناس كمان اغتيلت بنفس الانفجار بس بيعتبرون قتلة. هيدي لطشة مني اكيد، انا مش عارف شو عم بيحكي اصلا، هيدي لطشة مني انا. بس بلبنان ما خلصنا هون، فجأة ظهر عنا ببحرنا قرش بالكاف، لانه القرش الثاني الابيض والاسود، يعني الحمد لله شفاطن الرياض، يعني ما عندنا لا قرش ابيض ولا قرش اسود، بس ايه قرش ظهر ببحرنا. شو قرش؟ شوفوا. Ben, c'est pas sûr que ça soit des requins. Alors, c'est quoi? Je sais pas. Des dauphins? Des dauphins? Des requins? Je sais pas. Mais c'est des requins. Ben, c'est pas sûr que ça soit des requins. Alors, c'est quoi? Je sais pas. Des dauphins? Des dauphins? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est un requin. وي 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 نعم ظهر بحر جوني. ليش بحر جوني؟ ما بعرف مين بعته على المناطق المسيحية، ما بعرف. بدكم توقفونا السياحة وتمشوها عندكم؟ يا عيب الشوم، أنا بتهم شط صيدا بهالعمل التخريبي، لأنه عنا في مايويات عندهم ما في مايويات. أو بتعرفوا شو؟ شط صور أحسن. إيه شط صور مان، شط صور أقوى. شط صور بيلقوا يعني هيك، بنلطش المنطقة بنلطش المقاومة سوا اثنيناتهم. والله عيب عليكم على الحركات، إذا فكركم تخوفونا من قرش صغير بالبحر صعبة، نحن عايشين بين حيتين بالسياسة أو بالأحرى ديناصورات، بتضير عبنا شقفة قرش بالبحر. آخ، وصلنا لآخر خبرية أو خبريات لأنهن عن نفس الشخص. كمان هيك أشياء ما بتصير غير ببلد عجيب غريب مثل لبنان. شوفوا. I'll not discuss these sanctions specifically because you know, whatever, it would be an embarrassing or difficult to discuss, okay, sanctions made by another country on somebody from your country. But I'll just discuss sanctions in general. No. Okay. Many people they question the efficiency of sanctions. In my belief, whatever sanctions are efficient, they will not do the job. No, don't believe me. No, don't believe me. Yeah, don't understand me wrong. However, we turn this day, we'll find friends on your left or your right. Yani, to the best of my knowledge, and until further notice, Hezbollah would never agree to General Joseph Aoun. Why?
Why? Why? Why? Why? Why? Why? No. No, 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 no. Okay. First of all, General Joseph Aoun is a Aounist, only just for your own information. Abdullah managed to make the Shias in Lebanon live in the year 1460-70, which means, no. No, 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 no. Okay. Which means the Shias, they are completely polarized. which means. لازم نكمل الحلقة. سوري انت سهيت. مع اساس خريج الايوبي انت. مع اساس خريج الجامعة الامريكية. ترك انت مقضيها لعب ليخة بالكافيتيريا ايه؟ طبيعي تعمل بس سنتين على هالمعدل. شو هيدا يا حكيم؟ انه اول شيء انه عم تشكينا؟ ما فهمت. نانانا جوزيف عون عوني نانانا. انا مثل ليد الدوزيام. ولو له حكيم ولو. خيي تعال اقول لك شغلتين ثلاثة. اول شيء مش الشيعة عم عايشين ناس سنة 1444. 1444 مش 1460 70 هيدي السنة الهجرية يلي أصحابك وحبايب قلبك بالسعودية بتتبعوها عادي، يعني كل الأسلام بتتبعوها، مش إنه بتضحي سنة 1444 تطلع طريق جديد تطلع 1560 يعني. لا خيي، هيداك الفطر بيفرق معه النهار، السنة هي الوحيدة اللي مش فارقة عندهم. تاني شيء بغض النظر إذا زعلانين منه لقائد الجيش، نحن شوي صغير يعني. هلا إذا قصدك بعوني إنه آدمي ومش فاسد، أوكي. إذا قصدك بعوني إنه ابن مؤسسة محترمة مش ميليشيوي كمان أوكي. إذا قصدك بعوني إنه منه مفجر ومقتل على الهوية كمان أوكي. إذا قصدك بعوني إنه منه مغتال رئيس وزراء وابن رئيس جمهورية ومنه مفجر كنيسة كمان أوكي. طيب بيناتنا حلو الواحد يكون عوني إذا هيك، مش هيك يا حكيم؟ تالت شيء طيار لا وطني ولا حر؟ على اساس يعني حزب القوات، يعني حزب وقوات ولبنانيه. خي بلاحظ حالك انت لما كنت عم تحكي، وين كنت عم تحكي وشو كنت عم بتقول، لمين كنت عم تحكي؟ يعني انت مثل ايام المدرسه يلي كان يعمل ريحه بالصف، تتذكر؟ بصير يتهم غيره والكل عارف انه هو، مش بس لان عمل ريحه لان عمل صوت. حكيم شوف حالك. قبل البريك خلونا عيد كل الطوائف الإسلامية والمذاهب الإسلامية بلبنان بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب يكون سنة خير وسنين الجاية تكون كمان خير. لكن بعد البريك ضيف الموسيقار عبدو منذر، خليكم معنا.